ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. قدمنا الكوكيز و هنبص بص عليه كده في الفرن، هيبدأ ياخد لون اهو من الجناب. ممكن كمان نقلب والخبز اثناء الخبز ده مهمة جدا الحقيقة. يعني بصوا جميل ازاي، يعني نقلب الساق شوية كده. اهو تمام، هنسيبه بقى اللي طلع معانا في التقديم اهو اللي عليه حبه البركه. بص حلو والله، بيتباعوا دلوقتي في محلات الحلواني، تبقى علبه صغيره فيها شويه. طيب نعمل بقى دلوقتي بسكويت جميل جدا، كوكيز كده في 5 دقائق عشان ايه اوريكم ان هو سهل. لون مقاديره، عندي بيت بيضه وصفار بيضه وبيضه كامله سكر، وعندي 2.5 كوباية دقيق، معلقه صغيره فانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، وسوداني. السوداني لازم يبقى مفروم ومجروش. ممكن بس لا تدقهولي، خلوه ناعم قوي يا اولاد، خدوا ده. هنحط بقى ايه، هنبدا دلوقتي مع بعض. هاخد البيض كده، هاخد الاول البيض، اخد كده هنا، بسم الله، نكسر البيض بقى كده. وادي وصفار البيض، هاخد البياض هنا وهاخد هنا الصفار، البياض اهو، وهاخد هخلي البياض ده على جنب. 1 كوباية سكر اللي موجودة عندنا اهي، الخليط ده كده مع بعض الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم يكسروا لي السوداني. طيب هناخد كده الويسك، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ايه تظبط معانا الطعم من الاول اهو. وهنقلب بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، لما الطرفيش عادي ناعم. هنقلب زي ما عملنا في الوصفة اهو، اللون الغمق ده لون الفانيليا. نفضل كده نقلب شوية لما اللون يفتح شوية، وكمان يبدأ في الخليط او في القوام يدوب معانا. جميل اهو، ناخد بقى الزيت شوية شوية خيط لحد ما يبقى مستحلب. عندي اهو، هنيجي بقى نبص بس على ده ونطلعه. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا اتفضلوا بصوا كده عليه وقولوا لي الرأي. يا نهار، الجبنه روعه روعه، بس يبرد، خلوا بالك هو في اللانش بوكس كمان حركات للولاد قوي. يا نهار ابيض، ماشي نيجي بقى نجهز. بسم الله، ادي البيكنج باودر 2 معلقة صغيرين، طبعا ذره الملح، وايه اشيل بقى ده. ايوه يا فندم، انا ممكن اشيله هنا فندم. بقى نقلب بطريقه تانية، بسم الله الرحمن الرحيم،
ونشوف الايه بتاع الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، بصوا كده، على حسب نوع الدقيق اللي حضرتك بتستخدمي. حسيت اني محتاجة شوية هزود. هحتاج شوية كده، انا هوصل لكوبايتين ونص. انا كده حطيت كوبايتين، تعالوا بقى نجرب اهو. موجود، بصوا كده، بصوا حبايبي، شايفين ازاي هتبقى عجينة قبل كده، طرية لكن ما بتلزقش. ايه ثقوب كده، تمام قوي. يبقى احنا كده خدنا كوبايتين ونص، ماشي الكلام اهو. شكلها كور كده في الصاج. البياض بقى مش هنرميه، هنحط البياض ده ايه كمادة نغطسه ونلزق بتاعتنا دي. تعالوا لو عندكم سمسم ممكن برضو. هاخد كده، شايفين ازاي، وهاخد وادي الصاج. بيتباع في المخابز انتوا حضراتكم فيه. خلاص هاخد كده، وادي صاج مدهون عليه ورق زبده، بياض البيض، اهو اهي. هنحطها كده، هنعمل كوره تاني، نصغر شوية عشان خاطر ندى كده 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 سو كده. دي كويسة، المهم انها ما تكونش بتلزق كده. خلاص عايزه الحق ادخلهم واوري حضراتكم. عايزين تحطوا في سمسم ممكن، على فكره مش شرط يبقى سوداني يعني، اهو هنا ممكن. بصباعي اهي، عايزاها تبقى كده لان هحشي ده لما تخرج. شايفين تبقى مدوره ازاي وفيها خرمه كده. اعمل واحدتين ثلاثه كمان، خلاص اهي في بياض البيضه في السوداني اهي كده، شكلهم جميل قوي. كور وهنحط هنا اهو، شايفين
جدا. نوعه بقى زي ما انتوا عايزين، اللي عايز يحط مكسرات اي نوع، بندق بقى اي اهو. هحشي في طبيضة شوكولاتة خام، دوبوا الشوكولاتة على حشوها زي ما انتوا عايزين. تحشوها بقى كريمة لوتس، دولسي ديليتشي، تحشوها اللي انتوا عايزينه. هي نوع جميل سوداني مفيد للولاد على فكرة، جدا جدا. شايفين ازاي اهو؟ تعالوا بقى ندخلها الفرن. ندخل بقى الامامير دول الفرن. حلوين امامير قوي. طيب ندخلهم على حرارة 180، يعني ايه ياخدوا تسوية كتير، يدوب بس ياخدوا لون دهبي. تعالوا الوصفة الحادق اللي احنا عملناها بعد اذنكم نزلوها لنا على الشاشة، عشان هقدمه دلوقتي مع المقدم علشان اصدقائنا يعرفوا. احنا دلوقتي لطيف جدا بالجبنة الرومي وال الجبنه الموزاريلا. هقدم عليه اللي انا عملته. طبعا درجه التسويه فاتح وفي كده بيبقى غامق. بصوا انا هحط هنا اهو عشان حضراتكم تبقوا شايفين، من البسكوتات الرائعه جدا. شايفين ازاي؟ ماشي الكلام وجميل، والولاد هيتبسطوا بيه جدا جدا جدا. كان مقادير البسكوت اللي احنا عملناه اللي هو بدون سمن وبدون البسكوت ده موفر واقتصادي، هنستخدم فيه الزيت بس. هنزل مقاديره وهنقول برضو عملناه ازاي. كوكيز جميله ولطيفه، واحنا اتفقنا انه دينا بياخد من كوبايتين لكوبايتين ونص دي على حسب نوع الدقيق اللي حضراتكم. لو نوع الدقيق يعني كويس ومظبوط ومستخدمات في انواع معينه هتلاقوه ياخد كوبايتين، لو هو دقيق فاخر ممكن يعني قد دقيق. طبعا دوبت البيض الاول مع السكر مع الفانيليا، ضربتهم الاول كويس، الخليط ده افتح والسكر بدا يدوب، وبعدين خلطت البيكنج باودر مع الدقيق وبعد كده ضفت الزيت شويه شويه خيط، وانا بضرب المكونات بتاعه البيض والسكر لحد ما بقى مستحلب كده، وبعدين ضفت عليه الدقيق مع البيكنج باودر. ضفتها ربع كوبايه الشوكليت شيبس مع ربع كوبايه الفارميسال الشوكولاته. طبعا اي انواع جوه ملونة، ممكن تستخدموا شوكولاتة أي أنواع أنتوا تحبوها، أي حاجة من الحاجات اللي أنتوا تفضلوها أو تسيبوه سادة براحة حضراتكم. أكور خدت شكلت بالمعلقة العادية عشان يبقى كل الكور تقريبا يعني شبه بعض أو قد بعض. حطيت بطن إيدي حاجة بسيطة قوي لأن هو بيفرش السنة في الفرن فبياخد راحة شوية، بيبدأ ينفخ عشان ما حضراتكم شفتوه كده. هنبدا بقى البسكويت اللي احنا عملناه دلوقتي اللي هو كوكيز الخمس دقائق. شوفوا ما خدش وقت، شوفوا شكله جميل ازاي. انا عملت منه شويه بالسمسم عشان لما مش حابب يحط السوداني، انا بالسوداني كتغيير خلاص. عندي بقى كوبايه زيت وبيضه كامله ومعها الصفار، وشلت البياض هو اللي هلزق بيه السمسم او اي نوع، وخدت كوباية سكر وضفتهم على بعض، حطيت السكر مع البياض البيض وصفار البيضة والفانيليا وضربتهم كوباية تفتح، نزلت بكوباية الزيت خيط، وبعدين أضفت البيكنج باودر على الدقيق لحد ما بقت عجينة لينة ولكن ما بتلزقش في إيدي، ماسكة نفسها. حلو؟ بيضة وش واحد بس من الكورة، ونزلتها في السمسم أو في الناتس اللي أنتوا عايزينها على الناحيه البيضه، وخليت اللي فيه النطس لفوق، خرمت بصباعي من النص عشان اعمل. عندي بقى شوكولاته مذابه
يعني شوكليت دارك، هحشي شوكولاته، بوتس، هحشي كراميل، هحشي اي حاجه من مربى، الحاجه اللي حضراتكم تفضلوها وتحبوا. البسكويت ده جميل وحاجه بيتي وجميله ومختلفه، يعني بنميل كمان تقدروا تعملوا حاجات صغيره قوي، مفيش اي مشكله خالص، نقدر نعمله صحي وبانواع دقيق صحيه. اول ما بينفش، بصوا بينفش بياخد شكل معين، اما بينفش هنا والتجويف بيفضل زي ما هو، عشان كده وصلوا التجويف للقاع بتاع الصاج عشان يقفل شويه، فلما بيكون قفل سنه من تحت يفضل التجويف من فوق متعلم فيها. تمام، هحشي برضو فيه بالشوكولاته بس لما يستوي الشوكولاته او المربى او الصوص اللي انا حباه. انه المخبوزات طبعا اللي طلبوا مننا بسكوتات تانية بحليب جوز، هنعمل ان شاء الله حلقه خاصه هنحط فيها البسكوت والحاجات الخاصه بحليب جوز الهند وكمان جوز الهند، علشان تبقى حلقه خاصه بجوز الهند بس. وطبعاً الحليب البودرة احيانا بيضاف بيبقى طعم ولون للعجاين الحقيقه، يعني عشان كده الفطاير زي الكرواسونات زي الباتيهات زي البيتزات، لكن مش دايما، مفيش اي مشكله خالص. هننزل كمان، احنا عملنا الحلقه للناس اصدقائنا اللي طلبوا حلقه الميني بيتزا المدوره بتاعه الافران، احنا عملناها بالفعل وحضراتكم تقدروا تشوفوها وان شاء الله تستمتعوا بيها. شوفوا التكنيك بتاعها، وهي بسيطه وسهله جدا، اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه في البيت، هتكون نالت اعجاب حضراتكم وقدرنا نعمل الوصفات البسيطه اللي حضراتكم طلبتوها نجمعها. اسمحوا لنا بقى دلوقتي ان احنا نستعد للفقره الطبيه، فهستسمحكم نطلع استراحه ونستقبل فقره الطبيه. نلتقي بحضراتكم على خير.